رجعت انضميت لكم مشاهدينا تنتابع بقية فقراتنا مع الضيوف، وبهيدي الفقرة معنا الكاتبة زينب شرف الدين ودكتور مريز يونس استاذة علم الاجتماع بالجامعة اللبنانية تنحكي معهم أكثر عن كتاب ضمه ومضمونه. بدي رحب فيكم بالبداية مدام زينب ودكتورة مريز يونس، نحن سعيدين كثير بوجودكم معنا. شكرا. أكيد مثل ما قلت نحن رح نحكي أكثر عن كتاب ضمة اللي هو من كتابتك مدام زينب. قبل ما نتعرف أكثر على هالكتاب، ليش اخترتي عنوان ضمة تحديدا؟ نعم، لعدة أسباب. في شوية تلفيف بالموضوع، منها أنه الضمة هو الحركة، والحركة الجميلة باللغة العربية اللي هي بتكتمل وبعدين فيها انسياب، فيها عناق وبعدين فيها انسياب وانطلاق. وبعدين ضمة هي الباقة باللغة العربية، وضمة هو العناق، وهل انحرمنا منه خلال وقت ما زارتنا السيدة المتوجة كورونا. وضمة أيضا هي الطريق الذي يسلكه البوذي للوصول إلى التنوير، إلى الحقيقة الكونية. حلو. بدنا نتعرف أكثر على هالكتاب اللي دكتور مريز اليوم حملته بإيده. إذا فيك تكوني عم تورجيه دكتور للمشاهدين اللي عم بيحضرونا اليوم. عرفينا أكثر مدام زينب عن هالكتاب، شو بيتضمن، شو الإشكاليات اللي بيطرحها؟ نحن من معايشتنا من تجاربنا ومعايشتنا ومشاهداتنا وتفاعلنا، إجمالا بيخلق عنا هم أو تساؤلات حول أنماط معينة ثبتها المجتمع. بتصير كتير تساؤلات وبتشكل قلق، لأنها تكون أوقات منمطة أو محطوطة بأطر كأنها يجب أن لا تمس، مثل موضوع العائلي واللي هو موضوع مهم جدا، أو موضوع الأمومة أو الزواج، أو عندنا مفاهيم محددة ومثبتة له. أنا بهيدا الموضوع من خلال معايشتي لتجارب الآخرين وسماعي وتفاعلي وتجاربي الشخصية أكيد كلها مع بعض، طرحت هيدي المواضيع من خلالها. مثلا موضوع الأم بشكل أساسي وعلاقتها بأولادها، وخاصة الولد بأمه، وأحيانا البنت بأبيها. وهناك عرضت لأنواع متعددة من الأمهات، ليس نوع أو نمط واحد اللي هو محطوط ضمن قالب القداسة. نعم. فقلت الأم مثل غيرها ممكن تخطئ، ممكن يكون طبعا عندها عدة أسباب. الأم لحتى هي إنسانة بالنتيجة وهي امرأة. نعم. قبل ما تكون أم. نعم. في عدة إشكاليات مطروحة دكتور مريز منحسها بالكتاب، يعني أكيد رح نكون عم نتناولهم معك بشكل تفصيلي، ولكن هيك حسيت إنه الموضوع الموت غالب على هالقصص. شو السبب؟ ليش الموت تحديدا؟ هالشي اللي كتار من الأشخاص يمكن بخافوا إنه يطرحوه أو يحكي عنه أو يحكوا عنه. إيه صحيح، وامبارح وصلني فيدباك بأيد هالشي اللي عم تقوليه، إنه حدا كان عم يقرأ وقرر ما يقرأ، ما يكفي. ما عم هذا مش خوفا من فكرة الموت. لكن لانه ايه بالفعل هو، لكن بالضبط وقت من اول ما الطفل يخرج عن النور بيبدا الصراع مع الموت، بشهقة الطفل، بالنفس اللي بياخده، وهذا الشيء بيبدا يتراكم عنا من اول وجودنا على الحياة. ومن ثم نحن ببلد مثل لبنان يعني كثير عايشنا الموت، الموت قريب، ولكن الموت دائما نحن موجود، رفيق صار لنا، لكن رفيق مكروه ومبغوض ومفروض وبشكل فائض وقاهر. نعم.
نبدأ من أنه تربينا أطفال عم نتعرض لهجمات إسرائيلية ولموت قدام عيوننا، بعدين حربنا اللبنانية الأهلية اللي طالت، وصولا إلى 4 آب اللي سلخ عن أجمل شباب كنا حابين أو معولين عليهم بتغيير مسار هيدا نعم. البلد. ومن ثم اجت اكيد كورونا ومستر كوفيد للأسف أكيد، القاهر. يعني بلبنان دايما هيك فكرة الموت قريبة، نعم وهي الفكرة كتار من الأشخاص ما بحبوا يتناولوها أو يفكروا فيها حتى، لأنه مثل ما قلت بتشكل لهم قلق وخوف، وما حدا منا أكيد بحب أنه يبتعد بركي عن الأشخاص اللي بحبوا، ما حدا منا بيتقبل يمكن الفكرة كتير. ايه، وفوق كل شيء عم نعيش نحن، يعني في شيء رمزي كمان بالموت، موت الوطن. نحن قدام وطن عم يحتضر ونحن عاجزين صح، قدامه، فبتضطر تحكي مع الموت، نضطر نحكي تحكي مع أكيد. الموت وتقربيه وتحط عينك بعينه. مظبوط دكتور مريض، يعني إشكاليات عديدة بتتناولها القصص، ولكن قد ايه حسيتي إنه هالقصص فيهم بعد اجتماعي، أو هل فيهم بعد اجتماعي معين؟ هلا يمكن ممكن احكي عن تجربتي لما يعني كنت بدي ناقش الكتاب اللي هو كتاب قصص قصيري، وانا مظبوط، معودين نحن يعني الكتب نقراهم اللي بعلم قصص الاجتماع قصة واحدة وطويلة. هيك كزميلة بقرا لزميلة، فكانت يعني تجربة ممتعة ان يكون امام قراءة قصص قصيرة وشوف بعد السوسيولوجي وبعد الاجتماعي، لانه بالفعل يعني نحن عادة بس نكتب أبحاثنا بتكون جافة جدا، ومرات بتحب توصلي كتير أفكار اللي طرحتها زينب بكتابها، وبتحس حالك لا أنه هي دايما عم تطرح أنك القضية بدك تعالجيها بشكل المباشر، فبتكون جامدة، وبتكون كمان في محل بتوقفي عنده لكتير ضغوطات اجتماعية. بس أما بالقصص القصيرة اللي شفتها بهيدا الكتاب، انه القدره على الابداع والابتكار والخيال اللي كان لافت بهيدي القصص خلتها تقدر انها تحكي عن اشياء، عن مسائل يمكن كتير صعب نحن كباحثين نقدر نحكيها مرات، لانه هيدا المزج بين القضيه الشخصيه او الشخصيه أو الشخصيات اللي هي ابتكرتهم زينب، وبين القضية الاجتماعية اللي لازم تنفتح وتتناقشيها، خصوصا انها تطرقت لتابويات كتير، صح، يعني مثل الأم المقدسة، موضوع الأهل والأبناء. الأهل والأبناء، حتى في مثلا ب ب الماء، ذاكرة الماء، كانت القصة هيدي انه كيف الأبناء مسيرين قبل ما يخلقوا، يعني هي عم تعطيكي انه نعيش نحن مع الجنين هو برحم الأم، كيف ممكن عم يسمع أمه وعم يتفاعل مع أمه قبل ما يطلع من رحم الأم، وكيف انه كأنه في مؤامرة قبل ما يطلع على الحياة ويعرف شو ناطره. فكان في أحاديث مع بعضهم، يعني الأم مع حدا شخص إن هي ممكن تقتل الجنين، ولكن يمكن العلاقة ما لازم تكون هيك، لأنه نحن لازم نعرف أنه حسب أنه المقولة ست فيروز، أبنائكم ليسوا لكم، يعني أولادنا منهم ملكنا، لازم تكون العلاقة يمكن من الناحية السوسيولوجية مختلفة. ايه هن اكيد انه في حريه واستقلاليه هن ابناء الحياه. للطفل اكيد، وهذا الشيء، بس اللي كانت عم بتصوره زينب هو انه مرات نحن ما مختارين هيدا الحياه اللي بيكون الام فيه يمكن بتكره، يعني انت حسب هيدا القصه هي بتكره زوجها اللي هو يعني لعدة أسباب، بس شو ذنب الطفل اللي هو جنين بلش يتفاعل مع هيدي الفكرة؟ أكيد في فكرة خيالية يعني عن تفاعل الأم مع ابنها قبل، يعني حتى كمان قصة رحمة
يعني صحيح نحن بنطرح كثير الزواج المبكر، يعني قضية بعدها موجودة وبنطرحها نحن كباحثين، لكن لما بتصور زينب الشخصية رحمة كيف عم بتعيش طفولتها بنت 13 سنة على مسرح، أحلامها، مستقبلها، عم تعبر عن مستقبلها عن أحلامها، ويجي عمه نعمة ياخدها من هذه الأحلام المستقبلية. هون الحلو بالقصص اللي أبدعت فيها بعتقد زينب. نحن معودين دايما الشخصيات بتكون يا إما شريرة يا إما شخصيات، يعني هيك معودين أهلنا يحكونا، بس زينب كانت عم تحكي عن معاناة انت بتلمسيها بدون ما تاخد موقف هي منها، وهذا انا بحب اسألها عنه. شو رأيك مدام زينب؟ يعني في نماذج عدة من الأشخاص، من العلاقات، من المصائر، نحن ما علينا انه نحكم عليها، علينا نصغي لها ونحاول إذا قدرنا. ككاتبة أنا بحاول أعرضها بالطريقة اللي فهمتها، بالطريقة اللي عايشتها، بالطريقة اللي تفاعلت فيها، بالطريقة اللي دون أي يعني إسقاط أحكام أو أخذ جانب معين من أحد الشخصيات بطبيعة الحال. وهذا الوضع بينطبق على بالحياة، يعني بحياتي بسمع على كل الأشخاص دون أن أحاول أجد. ولكن هي القصص هي قصص حقيقية ولا هي قصص فقط؟ يعني بتعرف أنه نحن بنكتب لحتى يعني نتوسل الخيال لكي نقول الحقيقة. أنا بقول نعم. يعني صحيح. مش العكس، الحقيقة بالفعل بتشوفي هيك أوقات عناوين كبيرة، الحقيقة أغرب من الحقيقة. هو بالفعل ما يحدث بلبنان مش أغرب من الخيال؟ ما أكيد طبعا. كمان مدام زينب من خلال هالقصص منحس في علاقة كتير خاصة بينك وبين الطبيعة، فشو سر هالشي مع أنك أنت ولدت بمدينة وعايشة ببيروت، فشو سر هالعلاقة الخاصة بينك وبين الطبيعة؟ كيفي من كام يوم توفى شاعر امريكي اسمه تشارلز سيميك، معروف كثير، بيقول بمطلع احد قصائده: اتيت الى حقل كان عشبه صمتا وازهاره كلمات. بالطبيعه هيدا بلخص، بالطبيعه بتلاقي الصمت اللي انت بحاجه له لتفهمي الحياه، تفهمي حالك، تفهمي الصغيره والكبيره، وهيك بتلاقي الكلمات لتعبري عنها ولتصير مفهومه لديك. هيدي من خلال مراقبتك للدورات الطبيعيه، السايكل، الدوره الطبيعيه بوالدتها، بطفولتها، بنضجها، بموتها، ومن ثم إعادة الخلق والبعث بطريقة مختلفة كل سنة على سنة. هيدا صار عندي لأنه أقصد أنه أتعايش، كون يعني من زمان عندي بحس بحنين شديد. ما تقول فيروز انا عندي حنين ما بعرف لمين، هيدا حلت لي اياه هيدي المساله اللي كنت تصير عندي حزن كثير عميق، حلت لي اياه معاشرتي للطبيعه. بحس انه عرفت انه هيدا الحنين هو الاشتياق لرحم الام مش لامهاتنا، لرحم الارض. نعم. وقت ما تفهم هالشي بتصيري عنا نرجع نعمل صلح مع الموت. إذا لم نشتاق له، مش بمعنى الاشتياق إنه بدنا إياه يحصل هلأ، ولكن نعرف إنه في شي ناطرنا اللي هو اسمه الموت،
بس ممكن يكون حالي أخرى من نعم الوجود. نعم دكتور ماريس كمان بتبين القصص اللي تناولتها مدام زينة من خلال كتابها واقع قاسي، وأكيد كلنا بنعرفه بتعيشه الفتاة اللي بتضطر أو تجبر على الزواج مبكرا. كتار من المشاهدين يمكن اللي عم يحضرونا اليوم بيقولوا أكيد لا، ما بقى في هيك حالات وما بقى في واقع قاسي وما في يعني نساء أو فتيات عم بيتعرضوا للتزويج المبكر، ولكن أكيد هذا الشيء منه صح. ايه لا يعني خصوصا نحن بعالمنا العربي بعد هناك رجوع يعني على هناك بعد ثقافة هناك عودة. الزواج المبكر يعني موجودة ومقبولة ومرحب فيها، وهو للأسف إنه في تواطؤ بين كل المنظومة، يعني منظومة الأسرة إن كان الأب والأم، يعني حتى بالرواية اللي يعني بالقصص بقصة مرايا رحمة، انه الام مرات هي من دون ما تعلم بدون ما تحس وبدون بجهل هي تدفع يعني ابنتها للزواج باعتبار انه هذا مصلحتها، باعتبار انه هذا السترة، باعتبار انه هذا المستقبل كله، وما بتنتبه انه تحقق لها استقلاليتها قبل الزواج، او حتى تخليها تعيش مراهقتها، بنت 13 سنه تعيش مراهقتها قبل ما يعني حتى الشخصيه، يعني صحيح هي ما اخذت موقف منه لا نعمت، بس واضح انه هو عمه، يعني عمه لفتاة بنت 13، وهو كمان يعني في مشاهد قاسية جدا بيصورها الخيال، بس هي موجودة على كيف الوحش الرجل اللي هو بيكبر البنت ب 40 سنة ممكن انه يدمر نفسية وروح ومستقبل هذه الفتاة إذا تزوجت وبتواطؤ مع العائلة كلها. بركي لأنه الأم هي تربت أساساً على هو هالثقافة، إعادة إنتاج. وهذا الشيء لهيك بتدفع بنتها لهذا المصير، لأنه هي تربت هيك من هي وصغيرة، وهي هيدي الثقافة تشربتها إذا بدنا نقول من جوا. هو عملية إعادة إنتاج. لا هيدا هلا في أكيد نحن ما بدنا نضيع الجهود بمجال قضايا المرأة أكيد وبالنسوية الجمعيات وجمعيات كثير عم النسوية تشتغل. والحركات كلها هيدي لتحرير المرأة من هذه القيود، الموروثات ومن نعم هذه الثقافة المجحفة بحق حقها الطفلة صح. وبحق الفتاة، بس مهما حكينا بعد بدنا نسمع، وخصوصا بهيدي الطرق اللي يعني انا مثلا ليه حب هيدي الطريقه، يعني يمكن انا اعتمدها هلا، انه لانه مثل ما عم بتقول تتوسلي الخيال حتى تقدري تتنفسي، لانه انت اذا كنتي جامدي بس عم تحكي علم ما بتوصل صرختك، صرخه هذه الفتاه ما وصلت، مثل ما بتوصل عادة بالعلم الجاف، يعني اللي نحن على الرغم من كل الأبحاث اللي عم نعملها، بس كمان في هيدا الأسلوب اللي هو ممكن أنت تكسري كل التابويات فيه وتحكي حقيقة عن معاناة مش بس طفلة، عن معاناة أبناء، حتى في شخصيات تانية يمكن يعني الأم تفرض عليه بدها أحفاد وهو منه جاهز ومنه ردي، يمكن يعمل كتير يدفعوا هيدا الشيء لحتى يخلي زوجته تروح تجيب حفيد لأمه من حدا تاني لأنه هو منه جاهز، ولكن كرامة هذه الأم اللي دايما عم تعمل عليه ضغط إن هي بدها حفيد كمان، قد ايه ممكن نحن نكون عم نقسى على الأبناء بدون ما نعمل يعني ستوب مثل صح. هذا الخرق اللي يمكن وقد ما صار في توعية من قبل الجمعيات وتعلية للصوت ومن قبل كل ونحن كمان بمريم تي في دايما بنجرب نوصل هالصرخة، ولكن القوانين عم تلعب دور، قوانين ظالمة بحق المرأة ما بتعطيها حقوقها قد يعني. نحن أكيد التوعية ضرورية ودايما بنعلي الصوت حول قضايا المرأة وحقوقها ومطالبها، ولكن بدنا كمان يكون في تطبيق بالقانون ويكون عم بيكون في إقرار
قوانين بتحمي المرأة من هالظلم اللي عم تتعرض فيه من وراء المجتمع. أنا في شيء حبيت كمان، يعني هلأ نحن عم نحكي قد يعني في مضامين حلوة، بس كمان لفتني، يعني بحب أنا ناقش بما أنه يعني هو نقاش للكتاب ويمكن هذا الشيء بنستفيده، هي زينب بتستفيد فيه، إن أنا حسيت أنه يعني دايما انا عم بقرا ما بتكتمل قصصك، يعني بحس انه كانه بعد في شيء بدي اعرفه اكثر، بدنا نعرف شو السبب. قبل ما اعلق على الموضوع بدي ارجع شوي صغيره على موضوع رحمه والزواج المبكر وعم نعم تفضلي الذي وصفته بالوحش، بس هيدا كان يفيق كمان ويبكي الصبح وهو عم ببوس لايديها للطفل اللي تزوجها بالقصة لأنه هو كمان يمكن هو بينه وبين نفسه نعم. عارف أنه هذا اللي عم بيصير غلط، ما بدنا نعمل تحليل هلأ، لكن بالنسبة للي ذكرته مريز عن موضوع كأن القصة لم تكتمل، إيه بعتقد أنا برأيي القصص لا تكتمل، هناك دائما يعني تتمات مختلفة، أو على هناك ليس هناك خاتمة أحيانا، أو بتترك القارئ هو يكون عم يحط براسه نهاية معينة. هلأ في بعض القراء بيشوفوا النهاية، في بعض القراء ما بيشوفوا النهاية، في بعض القراء يكملون. شوقتونا أنه نقرأ الكتاب، وأكيد المشاهدين تشوقوا لقراءة الكتاب. عدة نهايات أو عدة بدايات أخرى، أوقات النهاية ما هي إلا بداية. نعم. من هون أوقات في تلميح، يعني كان في أسلوب يعني شفته أنا ما بعرف بهيدا يعني هيدا الجانب من الكتابات، بس حسيت يعني أنه مسيطر على القصص هيدي جانب من التلميح وليس التصريح، يعني ما بعرف إذا أنا عم أنا بدي أختم معكم هيدي الفكرة برسالة أخيرة منكم، هيك بركي منشوق المشاهدين أنه يكونوا عم بيقروا الكتاب لأنه شوقتونا بسبب عدة القضايا الاجتماعية المتنوعة اللي عم بيتناولها. تفضلي مدام زينب. يعني بدي كمل اللي قالته. نعم تفضل. حلو، يعني في الواحد بيحكي وبحب يسمع صدى اكيد او هالصدى بطريقه او باخرى، يعني كل ما كثر كل ما تنوع الصدى كل ما صار في غنى اكثر وصار في تفكير واعاده تفكير اكثر. حلو، بحاجه انه نفكر. تفضلي دكتور. يعني أنا بدي أقول عن اللي تعلمته يمكن من هذا اللي وصلني هيك فتح لي آفاق، إذا بدي أقول بهذا الكتاب إنه عقد ما منكون نحن حقيقيين، عقد ما نحن منعيش الأمور القصة على قد ما نحن منقدر نعبر، يعني نكون حقيقيين نعبر عن ما داخلنا، بعتقد بتوصل رسالة أكثر بكثير من أنه نحاول ننمك الأشياء. مظبوط. أنا بدي أقول لكم اليوم من خلال هالكتاب أنه يا ريت نحن منقرأ هالأيام نرجع للقراءة، لعله أنه منشفى من المشاكل النفسية اللي عنا، منرتاح نفسيا، لأنه بعتقد أنه القراءة هي منفذ للراحة النفسية. وأنا بدعي من خلالكم كل المشاهدين اللي عم بيحضرونا يكونوا عم بيقروا هالكتاب، كتاب الكاتبة زينب شرف الدين، وانتم شرفتونا اليوم. بدي اتشكركم لوجودكم معنا دكتور مريز يونس ومدام زينب شرف الدين، كان فخر لنا وجودكم معنا. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا نحن رح نتوقف لبريك صغير وبنرجع منتابع مع اخر فقره لنا، ما تروحوا لمحل وخليكم عم تتابعوا مريم تي في.